هحكي لك النهاردة عن تجربة بتثبت انعدام الإنسانية والرحمة في بعض قلوب البشر. في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في الستينات قاموا علماء النفس بتجربة غريبة جدا، وهي انهم قاموا بتربية شمبانز أنثى اسمها لوسي، وكانت بتتعامل كبشرية وعايشة في وسط عائلة من البشر. لوسي بقى اتعلمت تتصرف زي البشر بالظبط، كانت بتلبس ملابسها بنفسها، وكانت بتاكل بالشوكة والسكينة، وبتستخدم المكنسة وتحضير الشاي وتقديمه، وتعلمت لغة الإشارة عشان تتواصل مع اللي حواليها. وفي يوم قدموا لها شمبانز ذكر، لوسي كرهته كره شديد وحست بالاشمئزاز من ناحيته وكأنه مش من فصلتها خالص، وبعد كده أطلقوها في البرية أو محمية طبيعية. ولما بدأوا يراقبوها كانوا بيلاحظوا ان هي حزينة وبتبكي دايما، ولما تواصلوا معاها بالاشارة كانت بتقولهم ان هي حزينة وعايزة ترجع لبيتها من تاني. وبعد مرور سنة رجعوا يبحثوا عنها لقوها بتقول لايك 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 لايك، وماتت بعد كده من كتر الحزن.